في موضوع آخر، غادر اليوم أكثر من 700 شخص فندق مازافرون بالعاصمة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الوقائي الذي دام أسبوعين كاملين مباشرة بعد عودتهم من الخارج في إطار عملية إجلاء العالقين بسبب تعليق الرحلة جراء جائحة كورونا. المغادرون تم نقلهم عن طريق مؤسسة النقل العمومي وسط مقر أو إلى مقر سكناهم عبر العديد من الولايات أو ولايات الوطن، فيما يرتقب أن تغادر دفعة أخرى هذه المؤسسة الفندقية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، إضافة إلى عملية أخرى يتم فيها تسريح الخاضعين للحجر الصحي على مستوى فندقين آخرين بالعاصمة.